اصحى يا نايم، وحد الدايم. قوموا على سحوركم، اجا رمضان يزوركم. الله برمضان زادت رحمته، لما تولى بالعناية أمته، واللي احتسب صومه وصلاته وحجته مخلص لربه، ربه تمم نعمته. يعتبر المسحراتي من أهم طقوس رمضان التي لا زالت عالقة في أذهاننا منذ الطفولة، وكانت أيام الشهر الكريم مليئة بالمتعة والروحانيات التي بدأت تختفي مع مرور الزمن. يا صايم وحدنا، قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. يا صايم وحدنا. لقب المسحراتي يطلق على الشخص الذي يوقظ الناس لتناول السحور في رمضان، ويبدأ جولته قبل الإمساك بساعتين ليوقظ الناس بالضرب على الطبلة ومصاحبة صوته الجميل، مردداً أجمل العبارات التي لا يمكن أن ننساها بمرور الزمن. أصحى يا مؤمن جبار الله، أبلح من ذكر الله، الله يطعمكم زيارة النبي وحده الله. أصحى يا مؤمن جبار الله، أصحى يا نايم وحد الدايم، وغير من العبارات. لكن هل تعلم من هو أول مسحراتي في التاريخ؟ أول مسحراتي في التاريخ كان بلال بن رباح. أما في مصر فعرفت مهنة المسحراتي على يد عنتبة بن إسحاق سنة 832 هجرية، وتطورت هذه المهنة، فبعد أن كان المسحراتي يمسك قنديل وعصا أصبح يستخدم الطبلة ليدق عليها فيسمعه القريب والبعيد. قوموا على سحوركم، إجا رمضان يزوركم.